لا يتعلق الأمر برواية تاريخية، ولكن أستعين بالسياق التاريخي لكي أرسم تحولات السلوك والمواقف والقيم عند الشخصيات. الشخصيات تنتمي إلى فئات اجتماعية متباينة، وتكون قد ساهمت بقدر ما في هذه الأحداث التاريخية من بعيد، سواء في امرأة النسيان التي انطلقت فيها من فأباء الشخصية التي عاشت في فرنسا ورجعت وصدمت لأنها لم تجد الأجواء التحررية التي كانت قد ألفتها هناك، وابتعدت عن العمل السياسي لتواجه أسئلة وجودية، بينما الهادي الذي كان في لعبة النسيان منغمرا في العمل السياسي ما يزال يأمل في التغيير، ولكن ينتهي الأمر إلى اختلاف في المصير. بينما في الرواية الجديدة بعيدا من الضوضاء قريبا من السكات، أحاول أن أتساءل نفس السؤال: مرت على المغرب 50 سنة من الاستقلال، أين وصلنا؟ هل تخلينا عن قيم ماضوية بائدة إذا صح القول، أم أننا لا نزال متشبثين بها؟ هل الماضي والتقاليد أقوى مننا؟ هل اقتربنا من الحداثة، من التغيير، من تدبير المجتمع تدبيرا ديمقراطيا حقا لكي تتغير الأمور في العمق؟ هذه أسئلة تراودني، ولكن في مجال الرواية لا أطرحها بكيفية مباشرة، أطرحها من خلال الشخصيات، من خلال كلام الشخصيات ومناقشتهم. قد تكون هذه المناقشات ذات طبع سياسي واجتماعي، ولكن المهم هو معجم الكلمات وتاريخ الكلمات. كما تعلمين في مرحلة معينة تبرز بعض التعابير، تصنعها الصحافة، يصنعها راديو والتلفزيون والترويج العام. إذن هذه الكلمات التي تبرز في حقبة ما لا شك أنها كانت تلتقي مع قيم معينة. عندما نكتب باللغة العربية فعلينا أن نستفيد من كون هذه اللغة مشتركة بين 300 مليون نسمة. إذن أحب أن تصل روايتي إلى الكويت وإلى العراق وإلى سوريا وإلى مصر، ولحد الآن لم نجد بعد صيغة، وأظن أن صيغة النشر المشترك تسهل هذا الأمر. جربتها من قبل وأعود إليها، لأنها تتيح للنقاد والصحفيين والقراء في المشرق العربي أن يطلعوا على الإنتاج المغربي، والإنتاج المغربي بدأ فعلا يخطو بخطوات مشرفة. كوكبة جديدة من الكتاب الروائيين بدأوا يستفيدون ويبلغون إنتاجا متميزا، وأظن أن الوصول إلى لائحة جائزة بوكر هو عن استحقاق، ولا شك أن الكتابة الروائية ستعرف ازدهارا أوسع في المغرب.